الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أعلنت هيئة الجمارك ضبط 4 شاحنات محملة بمواد متنوعة معدل التهريب في جمرك المنطقة الشمالية بمحافظة التأميم. وقالت الهيئة إن الشاحنات المضبوطة محملة بمواد متنوعة مثل كربونات الكالسيوم والبصل والعلف، وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وفق قانون الجمارك النافذ. كما كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة عن ضبطها مسؤولاً في منفذ الشيب الحدودي في محافظة ميسان على خلفية حالة تلاعب واختلاس في ضريبة البضائع في المنفذ. قررت حكومة كردستان العراق تحديد تسعيرة خاصة للوقود لحافلات النقل العام في محافظات كردستان العراق. وقالت الحكومة إنه من أجل حل مشكلة الكلفة الباهظة والنقص الحاصل بمادة البنزين ومراعاة الوضع الأسري المنخفضة الدخل، قررت وزارة الثروات الطبيعية تخصيص محطات لتعبئة الوقود لحافلات النقل العام في كل من محافظات أربيل والسليمانية ودهوك لتوزيع البنزين بالسعر الذي تحدده الوزارة. ويشهد كردستان العراق نقصا حادا وارتفاعا بمادة البنزين في محافظات تعبئة الوقود، ما دفع حكومة كردستان للاتفاق مع حكومة بغداد على إرسال هذه المادة. حذر مركز الإعلام الرقمي من حملة منظمة عبر الإنترنت تستهدف حاملي البطاقات الائتمانية في العراق بهدف الاحتيال والسرقة. وقال المركز إنه رصد خلال الفترة الماضية انتشار روابط على مواقع التواصل الاجتماعي بحجة وجود مكافآت أو مبالغ مالية تعتزم الحكومة الحالية دفعها للمواطنين عبر بطاقاتهم الائتمانية. وبين أنه بمتابعة الروابط من قبل فريق المركز ظهر أنها وهمية وتهدف إلى إقناع الجمهور بالكشف عن معلومات حساسة ومهمة في بطاقاتهم الائتمانية تتيح للجهات المهاجمة سحب أموال من هذه البطاقات دون موافقة أصحابها. انعكس رفع أسعار الغاز والكهرباء على أثمان السلع الضرورية بالأسواق السورية لتصل بحسب مصادر من العاصمة السورية دمشق إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى زيادة جديدة في أعداد الفقراء. وحدد قرار الوزارة سعر اسطوانة الغاز المنزلي الموزع عبر البطاقة الذكية بوزن 10 كيلوغرام ب9700 ليرة سورية بدلا من 4200 ليرة سورية، وسعر بيع اسطوانة الغاز الطبيعي الموزع عبر البطاقة الذكية بوزن 16 كيلوغراما ب40000 ليرة سورية بدلا من 9200 ليرة سورية. تراجعت أسعار النفط حيث أشارت بيانات الصناعة إلى زيادة كبيرة في مخزونات النفط الخام ونتواتج التقطير في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم مع تصاعد الضغوط على أوبك لزيادة الإمدادات. وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.9% لتصل إلى $84 للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.3% لتصل إلى $82.81 للبرميل. وأعلن معهد البترول الأمريكي للأسبوع السادس على التوالي عن زيادة مخزون النفط الخام لديه. ختام الموجز بأمان الله.